السلام عليكم. الله يسعد مساكم. طبعا يا اخوان، هاي براعة من الشجر زي ما احنا شايفين. هاي براعة من الشجر احنا بنقدمها للطير زي ما احنا شايفين، يعني بنقدم العرق كامل. هاي براعة من الشجر. شايفين اللب هاي؟ هاي موجودة في البراعم، يعني لو قدمناها للطير بنقدم الشجرة بالشكل هذا. طبعا احنا اليوم جمعين شوية براعم وعروق، هاي بنقدمها للطير، هاي ممتازة للطير. هاي البراعم زي ما احنا شايفين يا اخوان. طبعا بنقدم العرق كامل والطير بياكل البرعم. طبعا نوعية الشجرة اي نوع شجرة، عليه براعم زيك ممتاز، اللوزيات ممتازة، يعني اذا قدمنا للطير اللوزيات ممتازة. هاي البراعم زي ما احنا شايفين، هاي لب الطير بكلها. الله يسعد مساك وشكرا لكم.